ليلي والخطاوي ناري من دموعي ويلي من ليالي جولي ومن ربيعي. في سكوت زماني يفوت لنا سجان ولا رحال ويضون علي الكون وانا مطحون في حب المال رحل معايا الليل في غربة ريح مهملني ولا المجاريح بتتداوى رحل معايا الليل في غربة ريح مهملني ولا المجاريح بتتداوى ولا عيوني بترسمني ليلي والخطاوي ناري من دموعي ليلي والخطاوي ناري من دموعي ويلي من ليالي جولي وين ربيعي. شببت في يدي نهر بغروب والدرب لا يودي لدار قلوب يا عودة ما تهدي جدار مجروح امتى يهدي الطير في غصن الروح. رحل معايا الليل في غربة ريح مهملني ولا المجاريح بتتداوى ولا عيوني بترسمني. رحل معايا الليل في غربة ريح مهملني ولا المجاريح بتتداوى ولا عيوني بترسمني ليلي والخطاوي ناري من دموعي ليلي والخطاوي ناري من دموعي ويلي من ليالي جولي وين ربيعي. اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم الجيتار. النهاردة هناخد اغنية انا سمعتها في التسعينات. الاغنية كانت جميلة جدا واثرت قلبي للفنان حميد الشاعري. عشان نتكلم عن الفنان حميد الشاعري، الفنان حميد الشاعري ظهر في اواخر السبعينات اوائل التمانينات وما لمعش قوي الا في منتصف التمانينات واثار ضجة كبيرة جدا. ليه؟ لأن قبل حميد الشاعري والجيل بتاعه كان الموسيقى والغناء هو الصورة العبد حليمية، اللي هي كان المطرب بيقف لابس بدلة وكرافتة ويقف على المسرح وراء أوركسترا وهو وبس وراء ما يعني ما وراهوش غير الفرقة وهو اللي في المقدمة هو الكل في الكل والموضوع كله يعني. الأعمال كانت جيدة والأصوات حلوة جدا وكل حاجة، ولكن العالم كان قفز قفزة مع استخدام الأجهزة الحديثة والأجهزة الإلكترونية اللي وصلت لنا، فبدأت الآلات اللي زي الجيتار واللي زي الأورج والدرامز والكلام ده كله يعملوا فرقة صغيرة، ما انتش محتاج أوركسترا كبيرة جدا عشان تعمل عمل موسيقي معين. الإيقاعات بقت أسرع، الناس ما بقاش عندها وقت تقعد تسمع أغنية 45 دقيقة و 35 دقيقة والكلام دوت، حتى 10 دقايق كمان كتير كمان انك تسمع أغنية واحدة. فالشباب بصورتهم وبجيلهم اللي جاي بأفكار جديدة شربت من الغرب التقنيات الحديثة بتاعته سواء في العزف أو في التسجيل، وفي نفس الوقت تشربت بتراثها اللي جاي من الفولكلور ومن الناس اللي سبقوهم من الموسيقى العربية وعملوا حاجات جميلة جدا. طبعا انجذب ليهم بشدة الشباب اللي هو
كنت انا ساعتها شباب يعني، ما يوركش منظري دلوقتي. فالشباب انجذبوا ليهم جدا، وكانوا دول العلامه بتاعه الفتره بتاعه الثمانينات، في فتره شبابنا في الكليات وفي المدارس والجامعات، كنت لازم تلاقينا عندنا الاعمال بتوع الشباب دول. ظهروا كلهم مع بعض مره واحده وساعدوا بعض، يعني حميد الشاعري، وده اللي هنشوفه في الاغنيه بتاعتنا ديت، يعني حميد الشاعري ساعد ناس كتير، وفي ناس كتير ساعدت حميد الشاعري، وكان الموضوع جروب من الشباب طالع كله مره واحده. طبعا صراعات الاجيال موجوده، يعني كل يعني انا دلوقتي الحاجات اللي بيعملوها الجيل الجديد مش كلها بتعجبني، وفي نفس الوقت الحاجات اللي عملوها الجيل ده ما عجبتش ناس كتير من الاجيال اللي قبلهم، وهكذا. حتى جيل عبد الحليم حافظ ما عجبش الجيل بتاع عبد الوهاب مثلا، يعني هي كده سنة الحياة. ولكن اللي بيبقى كويس من كل جيل بيبقى، حتى رغم ان هو بيتحارب يعني. فعبد الحليم بقى رغم اعتراض بعض الناس من جيل عبد الوهاب وام كلثوم على وجود عبد الحليم. حميد الشاعري ورفاقه، يعني رفاقه مثلا هتلاقيهم مثلا محمد منير، علي الحجار، محمد الحلو، بغض النظر الخط اللحني اللي هم ماشيين فيه ايه، مصطفى قمر، عمرو دياب، كل الجيل دوت بقوا الجزء الكويس من اعمالهم رغم اعتراض الجيل اللي قبلهم، ودي سنة الحياة. وبرضو يعني هيبقى من اعمال الجيل الجديد اللي انا هشوف ان هو كويس مثلا ممكن يبقى، وفي حاجات كتيرة او هتزول، يعني زي بالظبط اي حاجة في سنة الحياة، ممكن حاجات كتيرة ما تعجبنيش دلوقتي بس تعجب اجيال تانية ما انا ما اعرفش هيبقى ذوقهم ايه يعني. ولكن باختصار حتى في يعني ما بلاقي الهارد ديسك بتاعي اللي انا عليه الموسيقى بتاعتي، لما باجي اسمع حاجه في العربيه انا ممكن احط خلطه بيت عليه، يعني انت ممكن تلاقي بسمع ام كلثوم وبعدها اسمع مثلا عفاف راضي، وبعد عفاف راضي عبد الحليم، ومثلا تلاقي في وسطهم جاء حميد الشاعري عمل حاجه، جاء بعدهم مثلا محمد منير ليه حاجه، بعد كل دوت مثلا تلاقي حمزه نمره ليه حاجه. فما انا ما عنديش تصنيف، يعني ما عنديش حاجه اسمها زمن. لو انا عجبتني حاجه عملها سيد درويش هحطها في العربيه وهسمعها، يعني ما عنديش اي، ما فيش حد يعني مدينني بحاجه، محدش حد لي عندي حاجه يعني، ده سمعي ودي ودني، وانا حر استمع الى ما اشاء اراه جميلا في هذا الموضوع. نرجع تاني للاغنيه بتاعتنا اسمها عوده. الاغنيه من تاليف الشاعر سامح العجمي. الشاعر سامح العجمي كتب اغاني كتير من الاغاني بتاعه الفتره بتاعه الثمانينات والتسعينات، عمل يعني زي ما تقول دويتو فني مع الفنان مصطفى قمر اللي لحن الغنوه دي، والدويتو ده انتج حاجات كتيره جدا من الاعمال اللي كانت وقتها في الثمانينات والتسعينات مشهوره يعني. سامح العجمي كتب الغنوه دي بالتحديد لنفسه، يعني ديت كانت تعبير عن غربه ذاتيه من جواه، يعني تجربه مختلفه خالص عن الشغل اللي هو الشباب اللي كان موجود وبيعمل اغاني للناس وبتاع. فانا بقول للناس الشعراء دايما خلي في حاجات خاصه بيك، مش كل حاجه تبقى للذوق العام للتجاري، يعني للناس كلها اللي بتحبه، خلي حاجه خاصه بيك انت وهتطلع حلوه برضو. فالاغنيه دي كانت تجربه وافقت هوا عند مصطفى قمر وحميد الشاعري ان هما الاثنين يعملوها. الغريبه ان الكلام اللي مكتوب عن الغنوه ديت ان مصطفى قمر لحنها وكان المفروض هو يغنيها، وتقريبا لعب ماتش كوتشينا مع حميد الشاعري، كانوا اصدقاء، فلعبوا ماتش كوتشينا اللي يكسب ياخد الغنوه. شوف كان الروح كانت حلوه ازاي بينهم يعني. فاللي كسب خد الغنوه، وكان حميد الشاعري اللي خدها حطها في الالبوم بتاعه. كانوا كلهم بيعملوا البومات في الوقت دوت، والشاعر سامح العجمي رحمه الله كتب الغنوه دي زي ما احنا قلنا كده، يعني من الأعمال الخاصة ليه هو. في حاجات بتتكتب للعامة وفي حاجات بتتعمل خاصة تعبر فعلا عن لحظة الشاعر بيحس بيها في الوقت دوت، وفقت الهوى اللي عند حميد الشاعري ومصطفى قمر. لو كان غناها مصطفى قمر بتهالي ممكن ما كانتش هتنجح النجاح اللي عمله حميد الشاعري. مش كل حاجة انت تعملها تلحنها او يجيلك الفكرة تكون انت افضل من ينفذها، دي برضو معلومة ممكن نتعلمها. فانت ممكن الحاجة اللي انت عملتها حلوة دي حد تاني ينفذها بصوته هو، تكون افضل واليق لصوته واداؤه من ادائك انت.
طيب حميد الشاعري هل هو مطرب تقليدي من المطربين اللي احنا نقدر نقول مطربين؟ انا لا اعتقد هذا. ليه؟ لان من سماعي الحميد الشاعري الافكتس اللي بيحطها او التأثيرات اللي بيحطها والدبلينج لصوته توحي بان صوته مش آسر لوحده، يعني صوته مش هيأسرك لوحده، ولكن بأدائه بالستايل بتاعه وبالستايل والتكنيك بتاع التسجيل عمل حاجة مقبولة جدا كعمل فني مقبول متكامل. الهارموني بتاعه والألحان بتاعته متذكرة نوعا ما. الناس اللي نفذت الأعمال بتاعت حميد شعري من الشباب كلهم كانوا متمكنين جدا من أدواتهم. يعني في الأول على ما أعتقد في أوائل الأعمال بتاعت حميد اللي نجحت جدا كان فرقة يحيى خليل معاه، يعني وكان معاه عازفين مثلا زي عزيز الناصر عازف الجيتار المشهور، يعني تسمع الألبومات بتاعتهم بالوقت دوت حتى بمقاييس عصرنا احنا فيها جمال رائع فن يبقى فعلا يعني. فالأعمال ديت كلها اتنفذت بحرفية كويسة جدا وبدقة كويسة وتعلموا حاجات من الناس المهندسين من بره بالتقنيات الجديدة، وكانت العصر الديجيتال على الأعتاب، ما كانش بدأ لسه، كان العصر الانالوج والديجيتال حبة حبة بيدخل عليه. يعني حتى الأجهزة اللي كانوا بيسجلوا بيها من الممكن تكون سجلوا انالوج في الأول وبعد كده بيسجلوا على حاجات ما ايه دات انالوج ديجيتال، فكان جهاز تسجيل ما كان معجزة ساعتها. اللي انت متصور التليفون بتاعك اللي بيعمله دوت كان وقتها معجزة، ما كانش موجود، كان يعني كان ساعتها محتاج انت حاجة تقلب الإشارة الانالوج اللي جاي من الميكروفون دوت تعملها ديجيتال. دي كانت عبقرية. دلوقتي ساعتك بتحط الجاك بتاع التليفون بتاعك في ودنك وتحطه في التليفون وتروح مسجل ديجيتال، ما في الصوت الانالوج بتاعك اتقلب ديجيتال في التليفون في جيبك. انت متخيل ان الاستوديوهات دي كان زمان بيشتروا جهاز كامل عامل يعني في حجم جهاز الفيديو بتاع زمان، والله كان حتى كمان انتوا ما تعرفوش الفيديو، جهاز الفيديو ده كان جهاز تحط فيه شرايط عشان تتفرج عليه الفيديوهات بتاعتك اللي انت سجلتها او اللي انت اشتريتها او اللي انت صورتها. فيعني العصر على فكرة اللي انتوا فيه دوت شاهد تغيرات سريعة جدا في وقت صغير جدا، ممكن قبل كده اعمار ناس عدت ما شافتش ربع اللي انتوا شفتوه. فخلوا بالكم من السرعة بتاعت عصركم دي، انا مش مرتاح لها بصراحة يعني. المهم حميد ورفاقه عملوا التقنيات ديت واستعملوها كويس جدا وطلعوا لنا اعمال فنيه لازلنا حتى الان على الاقل جيلنا لما بنستمع ليها بنرى فيها جمال وتذكرنا برضو بفتره شبابنا، واحنا حتى الان صالحه لنا نسمعها ونعملها. ما اعتقدش الاجيال الجديده دي هتعرف كتير منها يعني. فالنهارده انا هقدمكم لاغنيه اسمها عوده. طبعا الاغنيه دي من العصر اللي الناس فيه كانت بتكتب كلام له علاقه بتجربه شخصيه او تجربه مؤلمه او تجربه حزينه او تجربه حب او تجربه مفرحه. كان الغناء هو تعبير عن افكار شاعر وافكار ملحن وفقت الهوى بتاع المطرب او وفق التجربه ليه، او ممكن حتى تكون اتكتبت هو عجبته لانها بتمسه هو شخصيا. فاعتقد حميد الشاعري بما انه ميكس ما بين اب ليبي وام مصريه، حميد الشاعري دليل قاطع على ان احنا كلنا مفيش فروق بين الشعوب العربيه، احنا كلنا ثقافه واحده ونتحدث لغه واحده، فمفيش حاجه اسمها الحدود اللي اترسمت لنا دي مش موجوده. حميد الشاعري اكبر نموذج ان الحدود دي اتلغت. ليه؟ العبقريه بتاعته ما تقدرش تقول ده فن مصري ولا تقول ده فن ليبي ولا فن هو حميد الشاعري هو حميد الشاعري، عجب الجميع، عجب الناس من المحيط للخليج وعجب الناس حتى بره المحيط والخليج. حميد الشاعري هو نتاج لثقافتنا اللي احنا عارفينها ودي حاجه جميله جدا انها ان فعلا لغى حدود كتيره كانت موجوده. اتمنى ان الناس تفهم الفكره ديت كويس قوي. فالاغنيه بتاعت عوده ان الشخص اللي بيغني الاغنيه ديت الراجل بيتمنى رجوع تاني لمكان يحبه او لوضع يحبه، هو اغترب كتير يعني والغربه دي حطمته شويه. فالكلمات بتاعتها بتقول ان انا يعني الغربه ديت هديته شويه وبيدور على امتى اللحظه بتاعت العوده اللي يعود فيها الطير المجروح الى عشه. مش عارف هل ديت كان حميد بيفتقد شبابه وصباه وطفولته واصدقائه اللي كانوا في ليبيا لانه اضطر يعيش في مصر فتره طويله، ولا هو بيغني للغربه بصفه عامه. يمكن هو كان يكون في ليبيا واتغرب عن مصر، انا ما اعرفش بالظبط حميد كانت تجربته الشخصيه وقتها ايه يعني، ولكن الشاعر سامح العجمي يعبر عن حاله فعلا كلنا بنتمنى العوده للمكان اللي احنا نفضله. فكلنا لنا عودة، كلنا عايزين نرجع مكان ما
زمان ما. فالأغنية ديت بسيطة جدا زي ما انتوا سمعتوها في المقدمة، ما فيهاش غير 3 كوردات، يعني مش عارف اسهل من كده ايه. يعني الراجل بيتميز حميد الشاعري برضو ومصطفى قمر يعني ملحن، يعني بيتميزوا الاثنين بالبساطة، ما فيش تعقيد وما فيش كلكعة، الفن مش محتاج تعقيد. وبساطة الالحان على فكرة ممكن تغني بشكل كبير جدا عن التعقيدات والكلكعة والبتاع. فالالحان السهل هي اللي بتلزق في الودن، اللي خلاني افتكر الاغنية ديت من منتصف الثمانينات، ممكن توصل 40 سنة يعني، واخد بالك، اللي خلاني افتكرها واحب اعزفها تاني. فلا، في حاجة تذكرني بهذه الاغنية لم تغيب عن بالي وعن ودني، وبقت عاملة زي الحاجة اللي اتبنت جوه ذاكرتي اللحنية ودني السمعية. طيب الكوردات بتاعتها ايه؟ احنا هنكتب الكوردات الاول، 3 كوردات بتوعنا دول. اول كورد 3 اوتار بس، ممكن تعمله من الرابع برضو اللي تحت. يعني اللي هيشوف الوضع دوت، احنا هنعمل ال3 خانات دول، ال3 خانات اللي انت شايفهم دول، دول عبارة عن لا ماجير، ولكن واحد منهم بس هينقص سنة، اللي هو اللي في النص، فهيبقى اللي فوق واللي تحت خالص، اللي هو الوتر التاني والوتر الرابع على الخانة التانية بالصباع التاني والصباع الرابع، والصباع التالت هيبقى بينهم عاملين زي مثلث التلاتة كده. هو الكورد اللا ماجير، بس بيسموه اللا ميجر 7، يعني السبعة بتاعته كبيرة كمان، يعني نص خسة نص بس من الأكتاف. فيعني معايا السول دييز في كورد اللا ميجر 7، ده أول كورد. تاني كورد لازم باريه، الكورد الباريه دوت عبارة عن سي ماينر 7، ممكن من الوتر الخامس، الجزر بتاعه الوتر الخامس بتاعي دوت اللي هو السي ماينر 7. انا ممكن اعمل سي ماينر بس هشيل الصباع الصغنطوط دوت، يبقى ماينر 7، واتحرك بنفس الباريه ده تون كامل، يعني عدي نص ونص، يبقى دو دييز ماينر 7. بس يا باشا انت عملت 3 كوردات بتوع الاغنيه. ثلاث كوردات دول بس. الريتم بتاعهم او الايقاع بتاعهم هيتوقف على قدرتك انت على عزف الجيتار. لو انت متقدم في الجيتار هيبقى غير طبعا واحد مبتدئ. لو انا واحد مبتدئ هعمل، حاول تعمل ضربتين بس او ضربة واحدة كمان، لو انت تقدمت بقى حاول تعمل ده. لو انت تقدمت اكتر كمان راجع الريتم بتاعنا اللي احنا عملناه في التكنيكات بتاعت العزف، اسمه الرومبا الفلامينكا. الخبط على الاوتار دي بيديلك التاتش، التشه دي. في سكوت زماني فوت، لا انا سجان ولا رحا، ويضوم علي الكون وانا مطحون في حب رمال. بالظبط الكوردين اللي بتحرك عليهم بي ماينر 7، سي شارب ماينر 7، وفي الاخر خالص بقفل على اي ميجر 7. سهل جدا. في سكوت تماني فوت، لا انا سكن ولا
ولا رحال. ده أول حاجة. ويضون علي الكون وأنا مطحون. وقفل بقى على الإيه ماجي صفر في حب رمان. وحفضل على الكورد دوت وأنا ببدأ راح معايا اللي في غربة ريح مهملني. مهمني ترت ترتت. انا بعمل ايه؟ بمسك الصباع نمرة واحد على الوتر التالت اول خانة، نمرة اتنين على الوتر الرابع تاني خانة، واسيب دول احرار وانتش الاوتار. حاول تحط ايدك عشان تكتم الوترين اللي فوق دول عشان ما يرنوش. اهو. ولا المجاريح بتداوى ولا عيونك. دي بعملها سي بي بي ماينس 7. دي بعملها بي ماينس 7 وارجع تاني على الاي ميجر 7 تاني. راحل معايا الليل بي بغربة ريح سي شارب ماينس 7 مهملني. ولا المجاريح بي بتداوى وارجع تاني على البي. ولا عيونك بترسمني ويلي بالخطاي. ده الكوردين بس اللي هما بي ماينر 7 والسي شارب ماينر 7. ناري من دموعي ويلي. خلي بالك نفس الكوردات بس غير اللحن هو عليهم. ويلي من الليالي قولي. وهقفل على بداية السلم بتاعي اللي هو الـ A major 7. وين راحيلي راحل معايا اللي في غربة ريح مهملني. ولا المجاريح بتداوى ولا عيونك بترسمني ويلي والخطاوي ناري من جميلة جدا. اتمنى انكم تستمتعوا بيها. وكان طلبها واحد من محبي القناة واصدقائي او اكتر من واحد، فكل اللي طلبوها ياريت يفكروني بنفسهم في التعليقات، لان فعلا هسعد بان اعرف ان انا لبيت طلبهم. هتلاقي الصفحة بتاعت الكوردات بتاعتها وفيها الكلام، كتبت لكم كمان عليها الكلام. هتلاقي صورة ليها موجودة على الموقع بتاعنا اللي على الفيسبوك، الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. وهتلاقي لينك كمان للفايلات اللي انا حطيتها على الميوزيك كلاود علشان اللي عاوز يغني معاها او اللي عاوز يعزف معاها. فانت هتلاقي تراك من غير جيتارات في صوت المطرب بس، وهتلاقي تراك تاني في جيتارات من غير صوت المطرب. فاللي عايز دوت هيلاقيه، واللي عاوز ده هيلاقيه، واللي هيلاقي الاغنية كاملة هيسمع الاغنية الكاملة هناك عشان يمشي على الجايد بتاعها. فاضل حاجة واحدة بس هقولها. الأغنية دي لما تسجلت في منتصف الثمانينات أو أقل الثمانينات، دي تسجلت في استوديو يعني أنا سجلتها وأنا قاعد على المكتب في ساعتين يعني، واخد بالك؟ فعشان تعرفوا الفرق بتاع السرعة بتاعة العمل في الوقت اللي انتوا فيه دوت عن الوقت اللي أنا كنت فيه وكانوا فيه الشباب دول. فياريت ما تبقوش قاسين على الأجيال اللي قبلكوا. إحنا غزلنا برجل حمار فعلا يعني، واللي قبلينا غزلوا برجل كونغر يعني. فحاولوا انكم يعني تبقوا رفقاء بالاجيال اللي سبقتكم، عشان احنا برضو نرفق بيكم في تعليقاتنا وفي انتقاداتنا للموسيقى بتاعتكم وللي انتوا بتنتجوه يعني. اشوفكم الحلقه الجايه.